انه الارض يعني هي نعتمد عليها في مصدر رزقنا يعني، وهي يعني تكون راس مال الواحد المواطن الفلسطيني اللي هي الارض اللي عنده، انه بزرعها يعني بستغلها في كثير يعني شغلات. فانه الارض هاي يعني اهم يعني، اسال فلسطيني شو اهم شيء في الدنيا عندك بحكي لك ارضي. فاحنا من الناس يعني اللي بنحب اراضينا كثير يعني، وانه الارض عندنا يعني اهم شيء. فاحنا حاولنا انه يعني نرد المستوطنين يعني، او انه نمنع انهم ياخذوا اراضينا، انه لانه لو انه اخذوا يعني ارض رايحين ياخذوا الاراضي اللي جنبها. فاحنا بلشنا بمسيرات سلميه. الاهل يعني صار عندنا احنا احداد يعني عمرنا في حياتنا يعني انكسر يعني انكسرت بلدنا، انه يعني 800 شاب 800 نسمه بروح منهم شابين يعني اثنين، يعني هاي كارثه كبيره انه على بلد صغيره. فاللي صغير والكبير تضرر منها، ولو انها ما بتبين على الواحد بس انه اثار نفسيه مش طبيعيه. في هذا المكان كان هون سيد قاعد كان مغطي ايديه وجهه بايديه نتيجه غاز مسيل للدموع، طلقه واحده انطلقت من القناص واصابته في صباحه مباشره. انا وعدة شباب يعني كانوا في هون حوالي 3 جيبات او جيبين دروز عند المخزن عندما حكي لك الفيديو. وانا اول ما سمعت الرصاص طلعت هون على الشباب، كانوا شباب واقفين في ناس قاعدين هون عشان المسيلات انخنقوا. اول ما طلعوا الرصاصتين صاروا الناس والشباب يندوا سعاف سعاف. انا اطلعت قدمت شوي من هنا، طلعت فيه انا محمد.